أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من السنة أخذ ماء جديد للأذنين عند مسحهما؟ لا، هذا سيأتي أنه ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديد للأذنين. الحديث الوارد فيه ما ثبت، وإن كان في البلوغ، في بلوغ المرأة ما ثبت هذا. والأذنان من الرأس، يمسحان ببقية بلل الرأس. نعم.